علامة شو؟ تعال شيء 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 يا ليت يا ليت أقدر أحقق كل اللي في بالي. يا سلام يا سلام، فرصة فرصة ما تتعوض. إيمان يا إيمان إيمان، نعم يبا. قاعدة يا بنيتي، قاعدة قاعدة. هلا والله بنتي، نعم الله عليك، نعم الله عليك يا بنيتي، والله يسمع أمرك ويسهل عليك. شوفي يا بنيتي، أنا ما أتمنى إلا شيء واحد، شيء واحد ما غيره، تدري شنو؟ وهو إني أشوفك دائما سعيدة وفرحانة ومستانسة، وهالويه الصبوح هذا يضحك. تب الويه يضحك والقلب يبكي يا عيبة. وش رايك الخبر اللي عندي بيخلي هالقلب هم بعد يضحك؟ اكيد بتاخذني عند امي. ها؟ لا، والخبر اللي عندي بيفرح امك اكثر من ما يفرحك انت. تدرين ليش يا بنيتي؟ لا. لان سعادة البنت من سعادة امها وابوها اللي يحبونها ويعزونها ويحبون مستقبلها ويدورون على مصلحتها. يا يبا أنا ما نفهم شيء. أفهمك يا بنيتي أفهمك. كل أم وأبو يا بنيتي بهالدنيا يتمنون شيء واحد، والشيء هذا وهو مستقبل بنتهم. يهمهم إن يختارون لها الرجل المناسب، الرجل التكانة اللي يقدر يحافظ عليها ويحافظ على سعادتها ويحافظ على مستقبلها ويعيشها ويضرقها بفلوس ويعيشها بنعيم يا بنيتي. قصدك الريال اللي كان عندنا؟ ها؟ اي سالم. سالم شاب، شاب محترم، شاب شاب فلوس، مو شاب نار، قصدي تاجر والتاجر. تصدقين الفلوس اللي عنده اكثر من العيش اللي في بيتنا. أنا توني عرفت أنت إيش حق جيت تاخذني من أمي بعد هالسنين الطويلة. لأني أدور مصلحتك، مصلحتك يا بنيتي وهو مستقبلك، ومستقبلك وهو سالم. أنا ما أني متزوجة لا سالم ولا غير سالم. أفا أفا أفا، ليش؟ سالم إيش فيه؟ سالم شاب محترم، سالم فرصة، فرصة ما تتعوض، فرصة الناس يدورونها بالتفق ما يحصلونها. ديري بالك يا بنيتي يا ايمان، ديري بالك لا يكون تضيعين هالفرصة وترفسين النعمة. ترى سالم اي بنت في هالدنيا تتمناها، وسالم مثل ما يقولون فارس الاحلام. ها شكرتي موافقة؟ على شرط. أمري أمري يا بنيتي، تدللي أمي توافق؟ لا.